صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لنهار الخميس 25 نيسان. الموت يسقط ريشة الرسام الكاريكاتوري بيير صادق، وتحية له بتقرير خاص، بالإضافة لاتصالين مع الفنان الكاريكاتوري ستافرو جبرا والإعلامية وردي. من ناحية تانية، وخلال الحلقة شارع صديق الأطفال بمنطقة النبعة وكتاب أجفان عكا للكاتبة الفلسطينية حنان بكير. أما ضيوفنا لليوم فهن صالحة ناصر، منسقة برنامج الإنجليزية للنساء يلي رح تخبرنا عن البرنامج الجديد، وبتر عبيد، أمينة سر التجمع الاجتماعي الكشفي. البداية بتكون مع مصلحة الأرصاد الجوية واتصالنا لليوم مع أستاذ عصام حلاوي. صباح الخير أستاذ حلاوي ويعطيك العافية. أسعد الله صباحك وصباح المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. كيف رح يكفي الطقس لليوم؟ الحالة العامة يعني طقس مستقر ومعتدل يسيطر على الحوض الشرقي. يوم الخميس مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يوم الجمعة مشمس مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة. أما نهار السبت فهو مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة. ودرجات الحرارة متوقعة على الساحل اليوم من 13 إلى 28 على الساحل، وفوق الجبال من 13 إلى 22، بالأرز من 5 إلى 15، في الداخل من 9 إلى 25. نعم، نحن بدنا نشكرك استاذ حلاوي، يعطيك الف عافيه، وبنتقل عند جوال. صباح الخير جوال. صباح الخير لي. جوله معتاده على ابرز عناوين الصحف. بالإضافة إلى الأخبار السياسية اليوم بالصحف، تحية إلى الكبير بيير صادق اللي رحل امبارح من بعد صراع مع المرض عن عمر 76 عاما بمعظم الصحف تقريبا. رح أبدأ مثل العادة مع صحيفة النهار وعناوينها. تقدم بين سلام وتكتل التغيير، وجعجع يرفض حكومة سياسيين. وبقلم نيلة تويني لليوم، بيير صادق اسمه علم، وفوق الافتتاحية صورة بريشة أرمان حمصي. تحية لبيير صادق للكاريكاتير اللبناني اللي عرفنا أو عرفناه من خلال ريشة بيير صادق، عم بحط وردة بغياب هالريشة العظيمة. منتابع مع العناوين بصحيفة النهار. وضمن أسرار الآلهة، تردد أن الرئيس ميشيل سليمان يعارض تشكيل حكومة لا تضمن ثقة الأكثرية النيابية لتصبح حكومة تصريف أعمال. تخشى أوساط سياسية أن يعيش لبنان وقتا غير قصير مع رئيس حكومة مكلف ورئيس حكومة تصريف أعمال. يتجاذب حزب التشناق رأيان، أحدهما يقول بالتحالف الذي يمليه عليه وضع كل دائرة انتخابية، وآخر يقول بأن يكون التحالف واحدا في كل الدوائر. أبدت مصادر دبلوماسية تخوفها من أن تتعرض ناقلات النفط لاعتداء إذا اشترته دول أوروبية من المناطق السورية التي يسيطر عليها الجيش الحر. منتابع مع عناوين صحيفة السفير. النفط يلهب الصراع على وزارة الطاقة. لبنان يتفوق على إسرائيل في مخزونه الغازي. شهر العسل بين العكاريين والنازحين يكاد ينتهي. النازحون السوريون، رحلة الأمن المفقود. هجوم مزدوج للنظام والمعارضة على الإبراهيمي. تحذير إيراني لقطر، والجيش يسترد بلدة استراتيجية في ريف دمشق. وختاما بصحيفة السفير، بيير صادق اللعب بالكاريكاتير. من بعد صحيفة السفير مننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. دمشق تنتظر دعما ماديا من إيران وروسيا. وفلتمان يحذر من التبعات على لبنان والأردن. تدمير مئذنة الجامع الأموي في حلب، وقصف القرداحة بجراد. دعوات في الأنبار إلى تشكيل إقليم سني لوضع حل للأزمة. مروحيات الجيش العراقي تقصف مسلحي العشائر. نجاد يتهم خصومه بمخطط لانتخابات الرئاسة، ومرشحان أصوليان ينتقدان نفيه للهولوسكوت. بختم عناوين الحياة مع العنوان الرئيسي أو العنوان اللبناني اليوم. سليمان يرفض مخيمات للتدريب في لبنان. سلام يسرع لقاءاته من أجل حكومة توافق. وباسيل يؤكد التمسك بإنجاح مهمته. ومن عناوين صحيفة الحياة مننتقل إلى المستقبل. الطفيلي يكشف عن سقوط 138 مقاتلا للحزب في المعارك. ويحمل إيران المسؤولية. رفض لبناني ودولي لتورط حزب الله في سوريا. الجيش الحر ينشر هويتين لمقاتل من حزب الله. الفاتيكان يدعو إلى الإفراج عن المطرانين ووقف حمام الدم في سوريا. الأسد ينتظر مساعدات مالية وغذائية من روسيا وإيران. انهيار مئذنة الجامع الأموي في حلب، وختاما رحيل صادق أسدل مسرحه اليومي ورحل. منتابع جولتنا مع الأنوار، حديث عن حكومة من 24 وزيرا وسلام يجتمع بقيادات من 8 أذار، معارك داخل مطار عسكري قرب حلب، الجيش الحر نرفض المتطوعين من خارج سوريا، وبقلم المحلل السياسي لا في القصور بل في القصير. وختاما بصحيفة الأنوار وبقلم رفيق خوري، سياسة تدمير سوريا وضرب المنطقة بالفوضى. منتابع جولتنا من بعد صحيفة الأنوار، منتقل إلى اللواء، سليمان يرفض الجهاد في سوريا وجنبلاط يؤيد موقف الحريري، الثلث المعطل يعطل التأليف، باسيل يتمسك بالنفط والاتصالات، وثماني أذار ترفض 7+7+10، حرب للواء ذاهبون إلى فراغ دستوري. المعارضة تقتحم مطار منج العسكري، وحزب الله يفتح جبهات جديدة، اقتراح الإبراهيمي بعدم ترشح الأسد لولاية ثانية يغضب دمشق. من صحيفة اللواء منتابع مع البلد وبعنوان الرئيسي مسار التأليف يراوح، وسليمان يحذر من التورط في سوريا، ورقة ضغط أمريكية على حزب الله من بوابة الصيرفة، ندى عبد الصمد ثباتي على رأيي من أسرار قوتي. وختاما بصحيفة البلد، بيير صادق يودع ريشته كاريكاتور في الذاكرة، ومع الصورة الرئيسية من مجزرة الأرمن بعام 98 بعد 98 عاما. ننتقل إلى الصحف باللغات الأجنبية، بترجمة لعناوين الديلي ستار اليوم، النظام يقطع خط التمويل الأساسي للثوار، دمار مئذنة المسجد الأموي القديم في معارك عنيفة حول العاصمة، سلام يصعد المحادثات حول تشكيل الحكومة لكن من دون جدوى، 125 قتيلا في يومين دمويين في العراق، الخطيب يناشد نصر الله بترك سوريا. وختاما أيضا صورة كاريكاتورية بأسفل الصفحة لحسان بليبل بوداع بيير صادق. منتابع مع الديلي ستار، ومن بعد ديلي ستار مع لوريان لوجور، إذا عم نشوف الصورة بالديلي ستار، ومنا مننتقل إلى لوريان لوجور وبالعناوين الرئيسية، الثوار السوريون بحاجة إلى أسلحة وليس إلى مقاتلين، الجيش السوري الحر يرفض الدعوة اللبنانية إلى الجهاد، المطرنان لا يزالان مفقودين، معارك عنيفة في حلب، المجازر الأرمنية ما يقارب 100 عام من الأسى، رحيل ريشة بيير صادق. وهذا بيكون العنوان الأخير بلوريان لوجور، لننتقل من بعدها إلى صحيفة الشرق وعناوينها، الطفيلي 138 قتيلا وعشرات الجرحى لحزب الله في سوريا، جنبلاط بندقية المقاومة انغمست في غير محلها، إعفاء القروض السكنية من بعض الضرائب والرسوم، وبقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق الابتزاز المكشوف، أمير قطر وأوباما يتفقان على دعم المعارضة السورية، حاكم مصرف سوريا ينتظر دعما من إيران وروسيا، بيير صادق رحيل البسمة اللاذعة. وبختم مع الصورة الرئيسية، 110 قتلى بين قوات المالكي والمعتصمين. من بعد الشرق منتابع مع الشرق الأوسط، أجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات المستعملة في العراق، صمت المالكي يثير جدلا ودعوات ثأر لقتل الحويجة، المحادثات شملت المستجدات الإقليمية والدولية، ولي العهد السعودي يستقبل ولي عهد البحرين ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، أكراد سوريا يتجهون نحو الإدارة المحلية، الجيش الحر يستهدف القرداحة. وختاما بقلم الإعلام عماد الدين أديب، سوريا 40,000 مقاتل أجنبي. جولتنا بتتابع ونوصل إلى عناوين صحيفة الأخبار، اضطرابات الحويجة تحاكي سوريا والمالكي أكبر الخاسرين في المحافظات، عون أريد 6 حقائب ضمن تحقيق دمشق الألم والأمل، الفهود تدخل البداوي، وقف مخالفات البناء بالتنسيق مع البلدية. وأيضا في الأخبار، لاحت ريما خشاش في روضة الموشحات، ومرثية واحدة لأساطير كثيرة. وأيضا اللبناني المشهور بريشة بيير صادق بيكون بيتصدر صفحة الأخبار اليوم بعنوان الصفحة الأخيرة. نختم جولتنا مع عناوين الجمهورية يلي كتبت بوغدانوف في بيروت اليوم وأولوية روسيا الأمن والاستقرار في لبنان. سليمان لا لإرسال أسلحة ومقاتلين. إيران أي هجوم صهيوني على سوريا سيشعل حربا شاملة. من يقف وراء الهجوم على السفارة الفرنسية في ليبيا. وبختم مع الصورة الرئيسية كيف شيع النواب لجنة التواصل إلى مثواها الأخير. عم نشوف الصورة يلي جمعت عدد من النواب. مع هالعنوان من صحيفة الجمهورية بنكون وصلنا لختام جولتنا السياسية على الصحف. أول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعده منتابع أخبار 7. خليكن معنا. جولة على أبرز المواعيد لليلة وبكرة وبعض المواعيد بالأيام اللي جاي. البداية بتكون مع DRM بالحمراء Musicians of the Nile، بيعطيكون موعد الليلة الساعة 8:30 المساء. جامعة القديس يوسف بأوديتوريوم بيير أبو خاطر تستقبل الفنانة ريما خشاش ولحفلتين الليلة وبكرة لإطلاق ألبومها هوا موشحات الساعة 8:30 المساء. بنسمع مقطع من ريما باستعادة لأغنية ولو. على القليل تذكروا الماضي 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 بسمي على شفاف الوفاكن ولو 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 هيك بتترك المجروح مجروح عفراقكن صف آخر روح آخر روح. تابع وكمان موعد ليلة مع هشك بشك بمترو المدينة ابتداء من الساعة 9:30 المساء باستعادة لأغاني الخمسينات والستينات. الفرقة الموسيقية بقيادة زياد الأحمدي، الأداء لياسمينة فايد وتمثيل رويدي لينا صحاب ووسام دلتي. موعد إذن بمترو المدينة الساعة 9:30 المساء. رح ننقل من الحمراء على منطقة الطيونة وتحديدا لمسرح دوار الشمس، مطرح ما فرقة طنجرة ضغط رح تلاقيكم بمزيج موسيقي أساسه الروك بيعبر عن الجيل الجديد الليلة الساعة 8:30 المساء. شريح مش مريح رح صير شيخ أعمى عم بردي للطريق. الوحدة بيتعقب على امثال المحب مش لازم انا بحارب. جوقة القديس رومانوس بيروت وجوقة الأطفال بيعطوكم موعد ب 26 الشهر الساعة 7 المساء بكنيسة القديس نيكولاوس بالأشرفية بمجموعة من الترانيم البيزنطية. الختام مع الدي ار ام هالمره، والموعد ليل الجمعه الساعه 10 المساء باستعاده لابرز اغنيات شاعت بالسبعينات والثمانينات والقسم منها كمان بالتسعينات، بتحيه لسامي كلارك، بوتي برانس وعيسى غندور الساعه 10 المساء هالجمعه. جولة على الطرقات بعد انتهاء الجولة الثقافية والفنية مع جوال. قبل الاتصال مع غرفة التحكم للمرور بنعمل جولتنا المعتادة على بعض الكاميرات المثبتة بالمناطق اللبنانية، ومثل العادة بدايتها من طرابلس. عم نشوف بطرابلس حركة سير ناشطة وكثيفة، كذلك الأمر على جسر سليم سلام خاصة باتجاه بيروت نوعا ما حركة بطيئة، حركة متوقفة تماما بتونيل البربير باتجاه بيروت، ميسرة نوعا ما بالخطوط الثانية. وعلى أوتوستراد الزلقة مثل كل يوم صباحا حركة سير ناشطة باتجاه بيروت، خفيفة بالاتجاه المقابل. ومن الزلقة بننتقل إلى صيدا، رونبوان صيدا أيضا عم بيشهد حركة سير كثيفة وناشطة. جوني كذلك الأمر بالاتجاهين حركة سير ناشطة ضاغطة أكثر، وبعض المطار عم تتوقف فيها على اتجاه بيروت. على مثلث خلدي بكل الاتجاهات حركة سير ناشطة، إنما ما في توقف للسيارات. بننتقل إلى المؤهل الأول أحمد شعبان من غرفة التحكم للمرور بيعطينا تفاصيل أكثر. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيكي. كله تمام؟ كله تمام. والسير تمام؟ يعني مثل كل يوم صباح. مش كتير تمام، أوكي. يلا تفضل. بالنسبة لحركة السير عندنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه بيروت، عم يبلش عندنا الضغط من الضية باتجاه جسر النقاش، أنطلياز، جل الديب، بكمل هيك للكارنتينا، شهر الحلو. نعم. إشارات ومستديرات لحركة كثيفة من نهر الموت باتجاه إشارة جديدة، خباز، عم بيكون عندنا ضاغط من الصلومي باتجاه الحايك نزولا لجسر الواطي. نعم. كورنيش النهر حركة سير صباحية، عندنا حركة سير ناشطة على العدلية. عندنا حركة كثيفة من على جادة عمر بيهم باتجاه العاملية بشارة الخوري، عندنا ضغط سير من البربير باتجاه كورنيش المزرعة. نعم. عندنا ضغط سير من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام. عندنا ضغط سير وين ما كان، يعني ضغط صباحي. نعم. مدخل بيروت الجنوبي حركة كثيفة كذلك الأمر من خلدي باتجاه الأنفاق طريق المطار، والمدخل الشرقي كمان لمدينة بيروت حركة كثيفة من بسوس باتجاه وزارة الدفاع بسبب الأشغال بالمحلة. نعم. وهيدا كل شيء بالنسبه لحركه الاعمال يلي كانت توقفت بسبب الامطار على جسر الدوره، من الارجح انه رجعوا يبلشوا فيها. بشكل عام الاشغال كلها عم تتم اغلب الاوقات بالليل، يعني من الساعه 9 اشغال جسر الدوره عم تتم من الساعه 21 للساعه 5 صباحا. نعم. وعندنا اشغال على مفرق بسوس تركيب جسور. كذلك الامر عم يتم عندنا من الساعه 22 للساعه 6 ولغايه 3 ايام، يعني عندنا اليوم وبكره وبعده. نعم، شكرا لك حضره المؤهل الاول احمد شعبان، يعطيك العافيه. اتصالنا معكم بيتجدد بكره. فاصل اعلاني ثاني بحلقتنا، من بعده بنرجع نكفي اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. ريشة الفنان بيير صادق استراحت بعد ما رسمت الفصل الأخير والحبر الأسود يلي لون يومياتنا بكل يوم على رفيق الدرب الطويلة. برحلة العمر أرخ بيير صادق مرحلة من تاريخ وطن بأسلوب كاريكاتوري ساخر، تمرد على الواقع وحول ظلامة الأحداث وقسوة الحكام لصورة فيها الدمعة والابتسامة. كان صوت الناس الطالع من المحبرة، كان الصورة يلي بتحكي لما الصوت مش قادر يطلع، كان الحقيقة يلي خلعت الأقنعة عن وجوه بعض السياسيين. غادر بيير صادق وبقيت ملامح الوجه توقيع وبصمة على كل حدث، كل قضية وكل إنسان. قدر بيير صادق من خلال ألمه أنه يدخل إلى كل بيت، قدر من خلال نقده الذكي والساخر أنه يجسد فكرة ويكون أول من أدخل الرسم الكاريكاتوري المتحرك إلى شاشات التلفزيون. اليوم رحل الفنان بيير صادق يلي رسم ضحكة بختام كل نشرة سياسية، تارك وراه الريشة يلي انتقدت الواقع بأسلوب كاريكاتوري ساخر. بيير صادق يلي حمل قضايا الناس والوطن بكل رسوماته، برحيله فقد لبنان شخصية تركت بصمة بالحياة السياسية والإعلامية. تعازينا الحارة إلى أسرة الراحل، إلى أسرة تلفزيون مستقبل والجسم الإعلامي اللبناني والعربي. تحية لروح بيير صادق من أخبار الصباح. خمسين عام والأحداث اليومية تختصر بلقطة واحدة ذكية موضوعية ورؤيوية. 50 عام وريشة بيير صادق تنقد، تحاسب وتكشف الواقع الملتبس بصمت وخفي. 50 عام والخطأ يخشى ريشة بيير صادق ويهابها. بخطوط، بألوان، بحركة سريعة وثق صادق تاريخ لبنان الحديث، وترك على كل رسم إمضاء مؤرخ لا يختلف أحد حول رؤيته وموضوعيته. من صغره بيير صادق مفتون بالرسم، مؤمن بقدرة ريشته على النقد والتغيير، من بداياته بمجلة الصياد إلى النهار ومن ثم العمل والجمهورية. تكلمت رسوماته إلى أن حجبت الضوء عن الكثير من الكلام. فيك تعبر بكلمة، فيك تعبر بصفحة. حاجة التعبير بالرسم عند بيير صادق دفعته لينتقل إلى التلفزيون، فبدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، حيث أدخل بالعام 1986 فكرة الكاريكاتور المتحرك، وكان رسم اللبناني بالطربوش والشروال مرآة لكل لبناني ومتنفس إله. بالنتيجة أنا صديق كل هؤلاء، وأنا صادق في انتقاد كل هؤلاء. لم يبقى أحد من السياسيين إلا ووضع تحت مجهر بيير صادق، وعلى الرغم من أسلوبه الساخر إلا أنه بقي نقده مغلف برقي نادر. مسيرة بيير صادق الإبداعية استمرت مع انتقاله إلى تلفزيون مستقبل بالعام 2002، وبقي إمضاء بيير صادق حاجة يومية تختصر الحدث وما سيأتي بعده. مسيرة بيير صادق الإبداعية مزدحمة بالجوائز والأوسمة وموثقة بكتب أصدرها بنفسه، أبرزها كاريكاتور صادق، الضحك مع بيير صادق على السياسيين، وكان بصدد إنجاز كتاب بيتضمن مجموعة أعماله على مدى 50 سنة. ولكن اليوم يستريح بيير صادق بعد أن ملأ صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون بخطوط وألوان تفوق صداها على كل الجمل والكلمات. مكتب الفنان الكاريكاتوري بيير صادق بتلفزيون مستقبل ما زال يعج بالألوان والأوراق، أما ريشته فهي أكثر من يعرف بأنه أنامل المبدع لن تعود لتعيد إليها الحياة. المساحة المخصصة لبيير صادق على تلفزيون مستقبل ستبقى محجوزة لمبدع أحدث برحيله فراغ لن يتمكن أحد من ملئه. بعتقد هذا الوسام منه لإلي شخصية، هذا لوطن اسمه لبنان، لأنه لحد هلأ الأغلبية تكرموا بلبنان، لبنانية، بس لحد هلأ ما كرمنا لبنان. أكيد مع ناس مثل بيير صادق بصمته باقية بالذاكرة، لبنان عم بيتكرم كل يوم. نحن رح ناخد اتصال من زميلة وردي. صباح الخير ست وردي. صباح الخير وأحر التعازي لعائلة تلفزيون مستقبل ولأخبار الصباح وإلك جوال وإلك إلي ولمنى سعيدون. نعم كتار حكيوا ورح يحكوا ويكتبوا بالوداع، ولكن بدي أسأل عن بعض الكتار. هل حقا قاموا بواجب الزوار لمن الحضور بخفف من قسوة الأقدار؟ أكيد فخامة رئيس الجمهورية ودع بيير صادق بوسام قبل الوداع. بيير صادق كبير من لبنان، مع احترامي لكل رسامي الكاريكاتير، ولكن بيير كان المدرسة وواكب الكبار ولحظات لبنان الصعبة. كاريكاتير بيير كان يلخص يوميا الأحداث ويؤشر للتطورات. آخر مرة شفته من أيام بالمستشفى، نعم، وكان غلبه التعب، ولكنه حتى مع التعب وثقل العلاج وبعض الضياع كانت يد بيير صادق اليمنى ترتفع ترسم في الهواء، تعبر عن شوقه وللتعبير عن معاناته. وكانت غادة الابن الحبيبي تعطيه الأوراق، وكان يرسم ويعبر تحت نظر الزوجة المتألمة حنان وعمر ووليد الأبناء. عائلة لم تفارق للحظة الوالد، أما وهو يفارقنا اليوم إلى دنيا الحق. لنعترف ونقول الحق. يا بيير كنت تناديني يا وردة الإعلام المسموع، وأقول لك اليوم يا بيير لبنان الموجوع. لبنانك لا يشبه لبنان اليوم، تغمرنا الدموع. وداعا أستاذ بيير صادق. نحن بنعزيك ست وردة، ويمكن ما في كلام نضيفه على اللي قلتيه، وبنعرف العلاقة، علاقة الصداقة اللي بتربطك معه. بنوجه لك كل تعازينا، والله يرحم بيير صادق. طبعا وعلاقة كل اللبنانيين مع بيير صادق، لأنه أنا أكيد اليوم في زحف لبناني لوداع هالإنسان اللي نطق بريشته باسم كل لبناني حر سيد ومستقل. وبدي أتمنى عليكم أنتم أخبار الصباح السباقين أنه تمونوا على غادة، غادة زوجة الصديق روي أبيلا وابنة بيير صادق، تمونوا عليها تعطيكم هالدفتر آخر رسومات بيير صادق وهو على سرير المرض. وأكيد هيدا بيكون سبق لنكتشف بين الخطوط منها اللي بنقدر نقريه ومنها اللي ممكن هو أخذه معه بيير المعنى الحقيقي لإله. ممكن نقرأ شو كان يقصد بين كل اللي كان عم يخرطشوا على هالورق على سرير المرض. نعم نحن رح نقوم بهالواجب هيدا، لأنه بعتقد أنه واجب نعرف أكثر بعد، خاصة أنه بيير صادق كان قارئ للأحداث مش بس معلق عليها. بنتمنى أكيد أمتو تجاوب طبعا. وإذا بعد عندي 30 ثانية لخبركم أنه كان يحكي مع زوجته ويقول لها أنا عتبان عليك يا حنان، مش عم تاخديني من هالمستشفى، ولنه شوي على المكتب بالمستقبل، ولنه شوي على البيت ببرمانة. نعم يعني هيدا الشوق للمطارح وللناس. ست وردي شو بتتذكري يعني حضرتك التقيتي ببيير صادق من ايام قليله، شو الجمله اللي ما رح تنسيها وقال لك اياها باخر يومين بقيت عالقه بذاكرتك؟ دايما كان يقول لي نفس الكلام، انا بحبك يا وردي، وكرر لي اياها بصوت متهدج باخر مره شفته من ايام، انا بحبك يا وردي. ولمن شافني بلشت دمع وعم ببكي وبدي اقوم من الغرفه قال لي اقعدي، وبقينا قاعدين معه وكنا مجموعه اصدقاء وكانت العيله الحلوه. انا بدي احيي هالعيله الحلوه كثير، لكل واحد منهم رح يتابع طريق بيير صادق، وفي مشاريع كثيره بكره الايام بتحكي عنها، بس امانه الي وجوال ومنى انه تهونوا على غاده، وانا رح ساعدكم بهالمهمه انه تفرجيكم هالدفتر الرسومات الاخيره لبيير صادق على سرير المرض. نحن ما رح نقصر، وهيدي بتبقى رغبه العائله، يعني بنتمنى نقدر نحصل على هالرسومات حتى كمان الناس تشوفها. انا بكرر تعزيتي لإلك ست وردي، يعني خساره كبيره قد ما نحكي وقد ما نقول، بيبقى فقدان مطرح بيير صادق هو يعني اللي بيعبر اكثر شيء عن قوه حضوره. صعب نتعود على غياب بيير صادق، صعب كثير. صحيح. الله يخليك، عوض بسلامتك ويخلي لك عائلتك. ان شاء الله بتسلموا. تسلمي تسلمي. سعادتي لعائله تلفزيون المستقبل، الوفيه للزملاء والابناء. اكيد اكيد، يعني 11 سنه. لا شكرا ست وردي، 11 سنه مشوار يعني بدا بيير صادق مع شاشه المستقبل بال 2002 وقت اللي ضاقت الحريات، وخصصت مساحه مهمه شاشه المستقبل، والناس عادت تنطر النشره الاخباريه تترافق كاريكاتير بيير صادق. رح ينضم لنا هلا عبر الصوت الكاريكاتوريست ستافرو جبرا. صباح الخير. صباح الخير والعوض بسلامتك استاذ جبرا. عوض سلامة لبنان كله. نعم يعني طبعا بيير صادق هو رائد من رواد الكاريكاتور بلبنان. شو بدك تقول؟ شو خسرت الكاريكاتور؟ يعني شو خسر فن الكاريكاتور بلبنان؟ من عمدة بعلبك، يعني بنقول عمود بعلبك السابع للبنان، كان من أهم من رسم كاريكاتير بلبنان والعالم العربي، كان مدرسة خاصة بحد ذاته. عن جد خسارته كانت خسارة قوية، يعني مع المرض اللي إجاه وتعذب خلال هالأربع أشهر الأخرانية بالمستشفى مارجريوس، عرف كيف؟ وكثير حسرة للقراء اللبنانيين ولل اللي كانوا يتابعوه خاصة بجريدة النهار بسنة يعني الابداع تبعه كان بالستينات والسبعينات، على ايام المرحوم الصحافي ميشيل ابو جودة كانوا يعملوا ديو اثنيناتهم مع بعضهم بالصحافه اللبنانيه، وعطوا هالعنفوان للكاريكاتير بالصفحه الاخيره من جريده النهار. هون يعني كان هون قوه بيير صادق واشتهر فيها بايام عهد فؤاد شهاب وسليمان فرنجية وشارل الحلو، وكل واحد عطيه شخصية، يعني عرفت كيف؟ مثلا مثل سليمان فرنجية عطيه شخصية الزغرتاوي الأح مع اللبادة والشروال، وعطى شخصية شارل الحلو الرئيس الراحل شارل الحلو كمان شخصية الجزويتي. نعم اليسوعي الراهب اليسوعي. هون عمل الإبداع تبعه وعطى هالنشاط الكاريكاتوري لنقول بالصحافه اللبنانيه، وهون اخذ الشهره القويه تبعيته مع المرحوم كمان ميشيل ابو جوده. نعم. كانوا يعملوا ديو اثنيناتهم بعضهم بالافكار السياسيه ويعطوا هالزخم الكاريكاتوري اللي كان جديد بالجرايد اليوميه. هلا كمان مشان تقريبا من الاوائل اللي رسموا بالجرايد اللبنانيه بالكاريكاتور، غير المجلات، يعني ما عم نحكي بالمجلات، مجلات كاريكاتير اللبناني كان من اوائل، يعني من قبل بكثير، يعني في هو بينعد بيير الله يرحمه كان من الجيل الثاني بالرسامين الكاريكاتير. نعم. يعني الجيل الاولاني كان اللي كان اول رسام كاريكاتير كان عزت خورشيد. نعم. عزت خورشيد كان اول واحد رسم كاريكاتير بلبنان على ايام المرحوم يوسف كرزي بسنه 1923 بمجله الدبور. نعم. وتبعوا بعدين خليل الأشقر. خليل الأشقر كان كمان مش كان عزت خورشيد كان موظف دولي. نعم. كان موظف دولي ما كان له حق يمضي الكاريكاتير بمجله الدبور. هون ترك وقتها واجى جابوا خليل الأشقر اللي هو من بيت شباب، يعني كان رسام هائل خليل، الله كمان الله يرحمه خليل الأشقر. وكان في صحافي بجريده الدبور بالاربعينات اسمه سعيد فريحة. سعيد فريحة ترك الدبور وقتها وفتح مجله الصياد سنه 43 بالاستقلال، فتح جريده الصياد. هون بياخذ خليل الأشقر على دار الصياد، على مجله الصياد، كان بعد ما كان في دار الصياد كان مجله الصياد وبرع. بيجي ديران عجميان بعدين وبيستلم الدبور. نعم ديران عجميان. هون هيدا الجيل الاول لنسميه الرسامين الكاريكاتير، العمدة الرسامين الكاريكاتير الثلاثه بين عزت خورشيد وديران عجميان وخليل الأشقر. استاذ جبرا هون اجى اكيد كان بالجيل الثاني. نعم يعني نعم. مع جان مشعلاني والكليك كله الثاني، الجيل الثاني. نعم. هون كان بلش عطى بيير هاستيل الجديد بالجرايد بالجريده اليوميه، وبعدين انتقل لجريده النهار. اشتغل بعده جرايد اول شيء وانتقل لجريده النهار وبلش الابداع تبعه بجريده النهار. استاذ ستافرو خبرنا عن علاقتك فيه، كان ينتقد رسوماتك، شو كان يقول لك عن رسوماتك؟ ما كان كثير زميل اكثر منه صديق. نعم عرفتي كيف؟ ما كان الاصدقاء يعني ما كان في صداقه حميمه بيني وبينه وبين الرسامين البقيه كمان، عرفت كيف؟ مشان ما كان يتعاطى مع الرسامين البقيه. نعم عرفت كيف؟ نعم. ما كان يتعاطى مع الرسامين البقيه، كان ما كان في عنده ما بعرف، كل واحد عنده عقلاته وطريقته بالحياه. بس على كل حال حتى اللي ما بيعرفوا عن قرب كان يعرفه كثير منيح من خلال رسوماته وكان يحبه من خلال الجرايد ومن خلال فنه الابداعي. اكيد نعم. يعني هلا لبنان خسر كثير بغياب بيير صادق، خسر كثير ونحن خسرنا كفنانين لبنانيه، والفن المعاصر اللبناني بالصحافه اللبنانيه خسر، والصحافه نعم. اللبنانيه كمان خسرت ولبنان خسر. نعم استاذ جبرا يعني نحن بدنا نعزيه كلها عائله المستقبل اخر شيء، يعني كل التعازي بقدمها شكرا لك استاذ جبرا، نحن بنعزيك. شكرا لك، شكرا على شهادتك. طبعا بيير صادق كنا باوقات كثيره نفتح النهار من الاخر مش من الاول تنشوف الكاريكاتير وننطر آخر النشرة تنعرف شو عم بيصير وشو رؤيتك وشو تعليقك. مكانتك باقية وما حدا بيقدر يمحي كاريكاتير بيير صادق المقاوم بظل السنين الصعبة. تعازينا لعائلتك ولكل لبنان. بدنا نقول إنه الجنازة رح تقام اليوم بكنيسة مارجريس للموارن الساعة 3 بعد الظهر، يلي احتضنت كبار لبنان كنيسة العاصمة بوداع بليق ببيير صادق. نحن رح نتابع حلقتنا مباشرة بعد الفاصل، خليكن معنا. منتابع حلقتنا بهدف تأمين جو بلائم الطفولة. افتتحت الرؤية العالمية شارع صديق للأطفال بمنطقة النبعة، وذلك بإطار برنامج ترفيهي وأغاني ورقصات بالإضافة للألعاب البيئية. هالحملة مستمرة بمنطقة النبعة بمجهود من الأهالي والأطفال اللي رح بيكون عندهم رسومات خاصة فيهم على الجدران، وأيضا رح ينظفوا الطرقات للحفاظ على البيئة. تقرير. ازرع شجرا يحمل ثمرا، ازرع حصبا، ازرع ظلا، ازرع حبا، ازرع شجرا. انا كثير مبسوط انه عم تفتتحوا شارع جديد للبيئه وبدكم تجددوا فيه اشياء كثير حلوه. البيئه هي شيء كثير حلو ولازم نتعاون مع بعضنا تنكتر النظافه بلبنان. البارد والطقس الممطر ما منع اصدقاء ومحبي البيئه من المجيء لمنطقه النبعه، تحدوا الطقس الشاتي وما اجلوا الموعد. مئات الاطفال من مختلف انحاء بيروت اجتمعوا بمنطقه النبعه ليحتفلوا باطلاق مشروع شارع صديق للاطفال اللي قاموا فيه الاولاد وطلاب المدارس والاهالي لتنظيف شوارع المنطقه ودهن جدرانها وترميم الارصفه والحفر. لبنان بحاجه كثير لهالنشاطات، بعدين البيئه هي كل شيء بحيطنا. جايين نغني كرمال نشجع العالم يشتغلوا بالبيئة وينظفوها، لأنه نحن هيك ما فينا نعيش. يكون في حديقة و يعني مطرح لنحط النفايات، لأنه بلدنا كان بلد أخضر كله. الشجر والأزهار هن اللي بيعيشونا وهن اللي بيخلونا لحتى نتنفس بهالحياة. ظبطوا الشارع ودهنوا كل الحيطان وصار أحلى هيك، ونحن جايين نغني هون. المشروع من تنظيم مؤسسة الرؤية العالمية للبت دعوة أهالي المنطقة لها الحملة البيئية، وهاليوم البيئي بامتياز ضمن ألعاب ونشاطات بيئية إضافة لأغاني ورقصات من تنظيم الطلاب، اللي أكدوا أنه مشروعهم بلش بمنطقة النبعة ورح يستمر ليدوم كل شوارع لبنان. وقتها يمشوا بقلب الشارع ما في شيء يطلعوا فيه يريحهم، هن وعايشين بهذه المنطقة. فنحن الهدف تبعولنا أنه نقدر نأمن شوية بيئة حاضنة للطفل. البداية هي بهيدا المشروع بهيدا الشارع جامع محمود، إنما هيدا الشيء رح ينتقل لباقي الشوارع بالنبعة لتحويل النبعة كمنطقة إلى منطقة صديقة للأطفال. هيدا نشاط كثير مهم بيساعدنا على التوعية البيئية كثير، نشارك قد ما فينا ونساعد هيدا المحل كرمال يصير نظيف ونقدر يصير يعني مثل باقي الشوارع نظيف. بدنا ندهن الحيطان وننظف الطريق ونقص ونظبط الشجر ونقص الخيطان هيك يعني الشرطان. عن جد ما يصير للورد فيجن لانهم عم يعملوا مشروع كثير حلو، يرجعوا يبنوا لبنان. أنا بنصح العالم إنه يضلون عم بيحافظوا على البيئة وما يجبوا، لأنه هيك بيكونوا عم يجبوا المطرح اللي هن قاعدين فيه عم يأذوا حالهم. الحلقة بتكفي، وأولى ضيفاتنا لليوم بترا عبيد، أمينة سر التجمع الاجتماعي الكشفي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. التجمع الاجتماعي الكشفي هو مؤسس من مجموعة قدامى بالكشاف اللبناني. مزبوط. وعندهم أكثر من مشروع بيشتغلوا عليه، منه اجتماعي، منه روحي، منه ثقافي، ومنه بيئي. ب 27 الشهر عندكم حفل ستاند اب كوميدي مع جوزيف عزوري، شو قصة هالحفل؟ مظبوط، هو حفل ستاند اب كوميدي كرمال نجمع تبرعات كرمال نقدر ندعم هالنشاطات اللي احنا بنقوم فيها مدار السنه ولاستمراريه الجمعيه. نشاطات مثل ما قلت العلاقه بالبيئه، العلاقه بالطبيعه، هو الكشاف هو ابن الطبيعه، حتى تشتغل على المحور الروحي وعلى الثقافه، بس كمان الشق الاجتماعي كثير اساسي عندنا بالجمعيه. فمن بين النشاطات الأساسية اللي بنعملها هي مخيم صيفي للأولاد، مخيم مجاني. الأولاد بيكون عندهم حالات اجتماعية صعبة، بنأمن لهم 3 جماع بالصيفية، نحن بنهتم بكل النشاطات بالمخيم. وكمان بنشتغل مع مسنين محتاجين، بندعمهم ماديا ومعنويا كمان مش بس ماديا. شو أهمية وجودكم بالمجتمع بما أنه صار لكم 50 سنة عم بتقوموا بهالنشاطات؟ يعني في ناس عم تتكل عليكم مسنين أو أطفال. مزبوط، نحن صرنا 50 سنة بنقوم بهيدا المخيم. ومزبوط مثل ما قلت، يعني الأهل الأولاد يعني نحن بنشتغل معهم بيتكلوا علينا كل صيفية نحن نأمن لهم هالفسحة من الرفاهيه او يظهروا شوي من الجو اللي يعني 50 سنه بتعملوا المخيم، يعني صرتوا بانين 50 منطقه ولا في مناطق؟ لا، نحن محل المخيم بيكون ثابت. نحن عندنا مركز بيت للكشافه اسمه بيت الاب بطرس شلهوب، هو الاب بطرس شلهوب اللي اسس الكشافه بجونيه. نحن عملنا بيت لنا وهو صار مركز بيستقبل المخيم كل سنه بشهر اب، كمان بيستقبل على مدار السنه جروبات كشافه او حابين كمان يقضوا مخيم او ويك اند فوق. نحن بدنا نقول لكم موفقين، بس بدنا نقول وين المطرح وكيف فيها الناس تتواصل معكم او تحجز ب 27 الشهر؟ 27 الشهر، فاذا بمسرح الاتيني بجونيه جوزيف عزوري رح يقدم ستاند اب كوميدي. اكيد يعني هي مسرح كوميدي بيقدم فيه مواقف عن المجتمع وعن الحياه بما مهضومه وطريفه، و نحكي عن سعر البطاقه $10 هو سعر موحد. نعم. فيلي بيوصل اول شيء بيقعد اول شيء. نعم. لكن يلي بيسبق يعني بيطلع له قدام. مضبوط. بيلقى بكير بجونيه ب 27 شهر بدنا الكل يشارك تيعود رايح يعني هالستاند اب كوميدي للنشاط الصيفي ولباقي النشاطات. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. فترة عباد، امينة سرقة التجمع الاجتماعي الكشفي. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكي، بندعيكي تبقي معنا لننتقل الى حفل توقيع الكتاب للكاتبة الفلسطينية حنان بكير. الكتاب حمل عنوان أجفان عكا، بتحكي فيه عن الذاكرة الفلسطينية وجسدت من خلاله حكاية عن عكا بالتعاون مع جمعية ممكن. تقرير. كتبت الذاكرة بسطور ونسجت من خيال وذكرى حكاية صور راقدة تحت أجفان عكا. حنان بكير كاتبة فلسطينية وابنة النكبة، عاشت تجربة التهجير واللجوء فوثقت تجربتها برواية تحمل اسم أجفان عكا وتم توقيعها بذكرى يوم الأسير الفلسطيني. هي رواية عن عكا، عن صمود عكا، عن معركة عكا، لأنه نحن نتهم أنه لم ندافع عن أرضنا، ففيها تفصيل لمعركة عكا. هذا التوقيع اليوم حددناه ب 17 نيسان هو ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، فحبينا نتذكر الأسرى اليوم بهذه المناسبة. هذه الذاكرة الفلسطينية في يوم الأسير الفلسطيني، إحنا أطفالنا بيربوا على يافا كيف، حيفا كيف، هذا بيثبت انه كل الارض لنا. أجفان عكا طبعا هو احد المؤشرات على الذاكره الفلسطينيه التي يختزنها كافه ابناء الشعب الفلسطيني. حكاية عكا وفلسطين قديمة ولا زالت بالذاكرة، وبهالكتاب يلي أعيد طباعته للمرة الثالثة وهالمرة بالتعاون مع جمعية ممكن، مش ممكن ما ينقرأ ومش ممكن ما يبقى بذاكرة قراء القضية وأجيال ما بعد النكبة. نحن علاقتنا بأجفان عكا أنه نحن بممكن نعتبر أنه مع كل القضايا المحققة وتبقى قضية فلسطين رغم كل اللي عم بيصير هي البوصلة لإلنا. يعني حنان بكير هي كاتبة فلسطينية أبدعت في مجال تسجيل الذاكرة. عكا رح تبقى موجودة، والصهاينة مثل ما قال محمود درويش هن عابرون يعني بين الكلمات العابرة. أنا بعتبر هذا الكتاب خطوة كتير جيدة جدا نحو تعميق الذاكرة الفلسطينية وإغناء بمعلومات قد تكون غايبة عن أي إنسان بالشتات. نكتفي بأن نتصور جيلا حمل معه كل هذه الذكريات وكل هذا الحنين إلى أرض مقدسة هي أرضه. هي قصة كل فلسطيني الحقيقة، قصة حلوة كتير لازم تقروها. حلقتنا بتتابع ومنرحب بضيفتنا لليوم صالحة ناصر، منسقة برنامج الإنجليزية للنساء، ولكل اللي عم بيتابعونا بالبيوت من النساء صباح الخير. أول شيء لإلك كله تمام. لكل اللي عم بيتابعونا بالبيت من نساء وحابين يتعلموا انجليزي رح تعطينا كل التفاصيل عن الدورات وكيف فيهم يتصلوا فيكم. لكم 5 سنين من خلال جمعيه هيا بنا عم تتوجهوا للنساء يلي بالريف لحتى يتعلموا الانجليزي، صحيح؟ صحيح. البرنامج بلش بشباط 2008، هو هلا بسنته الخامسه على التوالي. نعم. البرنامج هو عباره عن منحه مقدمه من قسم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية ببيروت، قسم الدبلوماسية العامة للسفارة الأمريكية ببيروت. هذا البرنامج بيهدف للسيدات، موجه خاصة للسيدات الريفيات أو مش ضروري ريفيات بالضياع، يعني كمان بالمدن في عنا مناطق بحاجة النساء إلى أنه تتعلم إنجليزي، ما عندها يمكن بسبب المعيشة، يمكن بسبب بعدهم عن المناطق اللي بيعلموا فيها إنجليزي، الظروف، في كثير قصص ممكن تخليهم يكونوا بعدوا عن اللغة الإنجليزية وما قدروا يتعلموا. خبرينا عن هالنساء المهضومات يلي ممكن تلتقوا فيهم، شو بيقولوا؟ عندهم رغبة بدهم يتعلموا؟ طبيعي بتتعدد الأسباب لأنه هن يهجموا على هيدا، صراحة في هجوم وإقبال شديد على هيدا البرنامج. أعمارهم قد إيه؟ أعمارهم ببلش من 18 ل 70 سنة عندي. عنا ممكن بهدول الصفوف يكونوا. نعم. للسبعين بالضبط. في 70 في سيدة سبعينية قاعدة على هيدا شو بيقولوا مقاعد الدراسة. صحيح. حلو. وبتتعاون مع المعلمة يلي هي المعلمة عادة بتكون نحن بنجيبها من قلب المجتمع اللي نحن بنطلب انه يبلش هيدا الصف فيه. عادة بيطلبوا انه يتعلموا الانجليزي لايجاد فرص عمل اكثر، او مثلا بدهم يعلموا اولادهم بالبيت، او لانه بيعتبروا انه هن لازم يتمكنوا ويتوعوا بهذه الطريقه. بقى البرنامج بشكل عام هو هدفه تمكين النساء اللبنانيات وتوعيتهم ليقدروا يتفاعلوا مع مجتمعهم بطريقه افضل، خصوصا مع اطفالهم. يعني اذا بدنا نحكي عن او ايجاد فرص عمل مباشره، يعني ممكن تصير حواليهم صدقا. بيعتبروا انه هيدي الشهاده اللي بياخذوها بعد هيدي الست اشهر، بيعتبروا انه هيدي ممكن تنقلهم تخليهم يلاقوا فرص عمل احسن. يعني هالشهاده رح تغير لهم حياتهم من خلال لغه جديده يمكن ما كانوا ابدا بيعرفوها او ضعف فيها حتى ممكن. وكمان بيعتبروا انه هن صاروا اشخاص ثانيين لانه تعلموا لغه جديده. اكيد اكيد. يعني نحن كنا عم نشوف صور، خبرتينا عن حماس هالسيدات بخمس سنين، كم سيده لليوم خضعت لهالدوره؟ بدنا نحكي ب 3000 سيده خضعوا لهيدي الدوره وتخرجوا واخذوا شهادات. وعم يطلبوا كل سنه، حتى نفس الاشخاص عم يطلبوا انه يكفوا، لانه كل سنه عندنا منهجيه انه بنعمل دورات للمعلمات حتى، يعني مش بس هدفنا هن السيدات المجتمع، كمان المعلمات بنعمل لهم دورات تاهيليه وتدريبيه باشراف اخصائيين بالتربيه والتعليم وعلم الاجتماع. طيب هالسيدات اللي عم بتخرج وعم بتتابعون، يعني قدرتوا تعرفوا مثلا اذا البعض منهم قدر يحصل على فرصه عمل؟ صحيح، في شيء عندنا اسمه سكسس ستوريز، يعني قصص نجاح، او بنتابعهم كل سنه. يعني انا هلا عم تابع نساء اللي تخرجوا بتموز 2012، شو تغيرت بحياتهم، شو ممكن انه قدرت تعمل سكرتيره على مستوى المنطقه اللي هي عايشه فيها. وبنتعامل مع هيئات، بنتعامل مع هيئات اهليه، مع جمعيات. هون من حفل التخرج؟ صحيح، هيدا حفل التخرج 2012. صحيح. كنت عم تقولي مع بلديات تغيرت حياتها، وانتوا عم تتعاونوا مع جمعيات اهليه. هن بيرشحوا هالنساء يلي هن حابين انه يتعلموا اللغه. وشغله ثانيه انه بهذا البرنامج عم مثل يعني عم نضرب ثلاث اهداف، واحده منهم كمان انه عم ندرب هالجمعيات الاهليه والبلديات والهيئات انه كمان يكون عندهم القدره انه يديروا مشاريع على مستوى مجتمعهم وعلى صعيد وطني بالنهايه. صار لكم 5 سنوات مزبوط؟ صحيح. لأيمتى معقول يكفي؟ هلا بلشنا بالسنه الخامسه. هلا في عندكم يعني تقريبا 150 صف جديد بانتظار؟ لا، 35 هلا. 35 السنه عندنا 34 صف جديد بلبنان كله، بتبلشي ب باب التبانه، زهريه، جبل محسن، بنخلص ب معركه، طوره، تردبه، هرمل، شمستار. حتى بتتصلوا بالبلديات ليأمنوا السيدات؟ طبيعي، نحن بنفتش على الشركاء اللي بنسميهم شركاء، وبنطلب منهم تأمين المكان المناسب والتجهيزات المناسبه لهذا الصف. بعرف اذا بين معنا هون قديش الصفوف مجهزه. نحن شفنا انه الصفوف مرتبه، زائد انه المعلمات عن جد ذوات كفاءة، ما بنخليهم ينخرطوا الا ما نوافق عليهم نحن. يعني المعلمه بتجي من نفس البيئه يلي بالضبط، بس بحاجه لموافقتنا نحن، لانه نحن اكاديميا واداريا بنتابعهم. نعم. طيب هلا اذا في اي سيده حابه انه تتعلم اللغه الانجليزيه، في متطلبات معينه غير حبها للعلم؟ يعني بده يكون عندها شهاده، تعرف تقرا وتكتب عربي ولا لا؟ هلا المفروض انها تعرف تفك الحرف، نعم، على القليله، ونحن على طول بنبلش لهم باول اسبوعين او ثلاثه بشيء اسمه موديول زيرو، يلي هو ببلش لهم الاي بي سي دي، بنرجع ننتقل لشيء اسمه كتاب اسمه تي دبليو اي، يلي هو انعمل خصيصا لهذا البرنامج، وهو نتيجه بحث صار 3 سنين، نعم. لمده 3 سنين براعي الحساسيات الثقافيه لمجتمعنا، وكمان بلبي الحاجات تبع النساء الريفيات. طيب كم صف في بالاسبوع يعني؟ هيدا الشيء تركينه لحريه الشريك مع المعلمه وال السيدات اللي بيتعلموا دوامات بيختلف بين بعضهم، بس عادة ببلغونا ببرنامجهم، لأنه في عنا زيارات ميدانية بدنا نعملها كمديرين أكاديميين تطلعوا على سير الأمور كيف عم بتصير. طيب الصف قد ايه وقته تقريبا؟ في عندي ببلش من 2 ل 3 ساعات حسب قد ايه بيحملوا السيدات، حسب يعني بشكل عام كم ساعة هي بحاجة السيدة لتاخذ الشهادة؟ إذا بدنا نمشي فيها على مستوى 6 أشهر، بدي أنا 3 أيام بالأسبوع 2 ساعة. كأنه عندكم غير الجهة طبعا عندنا نشاطات ترفيه، عندنا نشاطات ترفيهية، صحيح، السهرات البحرية، صحيح، نشاطات ترفيهية بنعملهم للصفوف عادة، نعم. الهيئات الأهلية والجمعيات بتعاونوا مع المعلمة لحتى يعملوا هدول النشاطات. ممتاز، نحن بدنا نهنيكم على المجهود الكبير، بس إذا ممكن رقم تليفون إذا حدا بحب يتواصل معكم. أكيد، هلا في الأقرب شيء لهون هو المركز تبع عين الرمانة، المركز الأساسي لهي بنا، رقم التليفون هو 01 274 0004. نعم، نعم. صالحة ناصر منسقة برنامج الانجليزية للنساء، بنحييكم على جهودكم وعلى كل النساء اللي حابين انه يتعلموا انجليزي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا لكم. سلسلة من النشاطات الثقافية عم نشهدها بالمعارض اللبنانية، ومن ضمنها معرض تحت عنوان مائيات لبنانية، جمع 7 فنانين بيتبعوا تقنية الاكواريل، وهالمعرض هو الاول من نوعه بلبنان، واتى بتنظيم جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت. أما المعرض الثاني فهو تحت عنوان مرور برعاية شركة سوليدار. تقرير. بده يشرب كل يوم، بيشرب الواحد، في شي نهار ما يشرب؟ إذا الماء مادة تشبه الحياة. الماء هي نبع الحياة وغنى الطبيعة الحلوة، وبالماء قدر عدد من الفنانين يخلقوا حياة بلوحاتهم، لذلك أقامت جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت معرض جمع لوحات عديدة تحت عنوان مائيات لبنانية. أنا والألوان حكاية كتير حلوة، أنا بعتبر لون مثل آلة موسيقية، كل لون عندي صحبة معه، مشان هيك اللوحة بتطلع مثل سيمفونية فرح. الواتر كولر هو حلو الشفافية، هو عفوي، بتعملي والمي بينخلط مع الألوان وبيطلع شيء إنه أنت ما كنتي بتستنظري فيها. كلين أوهانيان، راشد بحصلي، عاطف طعمي، علي شمس، انطوان مطر، فؤاد جوهر وميشيل روحانا، جمعتهم تقنية الرسم بالمي والعفوية بالأداء نظرا لانسيابية المادة وعفويتها، كما قدموا الرسامين الطبيعة والتراث اللبناني بأفضل طريقة بلوحاتهم. ومنذكر بأنه المعرض مستمر لغاية 28 نيسان من الساعة 3 ظهرا للساعة 7 مساءً. منظر طبيعي اليوم بالعالم فيعد هو من أجمل الأعمال الفنية وأثمنها. فالطبيعة هي بتعطيه التفسير منها لحاله منها لحالها، وبتاخده للمشاهد على جمالية الطبيعة. عندي أشياء مربوطة بالحياة اليومية، الكراسي، القش يلي بتعكس حنين وتراث قديم. معرض آخر بنعبر من خلاله لمرور اللي هو عنوان معرض جمع أعمال 3 فنانين حسين وعبير وهيب وزافين يوسف بجاليري أفاق بالصيفي. ممر بالضبط داخلي انه نقدر نتغير شوي، انه كيف نحن بنحاول نطلع من هيدا الجو اللي عم نكذب على حالنا باشياء، ونحط اشياء صريحه ونبلش من جديد، نغير بانفسنا لنقدر نغير من حوالينا. المعرض جمع ما بين المنحوتات واللوحات اللي من خلالها بيعبر الانسان من مرحله الحزن الى الامل والحريه. كل عمل له فكرة، أنا ما بحط فكرة وبشتغل عليها، بس أغلبية الفكرة هي عن المجتمع والحياة. يعني فيك تقولي أنا بحب إنه بحس إنه الإنسان مثل الموسيقى. يعني طبعاً سوليدار بتفتخر وبتغتني بإنه دائماً يكون في تجدد، يكون في هالفنانين عملاء هون لهم موقع يقدروا يجوا ويعرضوا أعمالهم وأشغالهم بمنطقة الصيفين. ومعرض مرور مستمر ل3 أيار من الساعة 1 ظهراً للساعة 8 مساءً. وبختام الحلقة مثل العادة حتى مع زميلتنا رولا كساب حداد ضمن كلام بيروت لنعرف أكثر حول المحاور اليوم بالحلقة. صباح الخير رولا. صباح الخير لكم وصباح الخير للأستاذ رجاء قدي. صباح النور اللي شرفنا من جبال. نعم. أهلا وسهلا فيك. مبروك جبال أستاذ قدي. منطقة بشمسة وحلوة ودافية وهلأ مؤخرا طلعت أكثر مدينة جاذبة للسواح. مظبوط. نعم. مبروك. نعم، وجينا كمان دعوه لإدي سانز كمان انه اهم مشروع على المتوسط. هلا استاذ إدي عم نعمل دعايه. والله عم تقولي عم تحكي عن الجبال. لا روجي إدي سانز ما بده دعايه، ما تعرف. لا هي دعايه ثانيه رح يروحوا اثنيناتهم على الماركتينج ديبارتمنت. لا انا عم بقول ذات المؤسسه اللي كرمت جبال مودية تكريم لإدي سانز ولفستيفال جبال. معناتها انه الموضوع له علاقه بشيء متكامل، بفريق عمل متكامل. مزبوط. نعم. بقى الف مبروك. رولا مش عاوزين دعايه وتعبانين من الدعايه. مزبوط. رح تحكوا عن هالموضوع رولا بالحلقه بما انه مش عاوزين دعايه، رح نحكي عن المواضيع السياسيه. طبعا. لا تفضل استاذ إدي عنده اجواء ومعطيات حول يعني كل الملفات، اهم تطورات الوضع بسوريا وشو عم بيصير بايران، الانعكاسات على لبنان، كيف وضع حد للتداعيات من جراء التورط بالقتال بسوريا. كمان رح نحكي عن تشكيل الحكومة يلي اليوم بخلاف الوضع الأمني القلق في استرخاء نسبيا وفي أجواء إيجابية. قد هي إيجابية؟ شو علاقتها باللقاء يلي جمع الرئيس الأسد بفصائل ووفد 8 أدار، وشو قصة الانفتاح على المملكة العربية السعودية؟ وأكيد نحن بكلام بيروت ما فينا ما نوجه تحية للزميل الراحل بيير صادق يلي رافقنا بريشته يعني بحلقاتنا من خلال إطلالاته سواء بصحيفة النهار أو بعدين بجريدة الجمهورية. القسم الثالث من الحلقة خصصناه لرثاء الراحل ولنحكي عنه أكثر ونعرض لأهم المقالات يلي حكيت عنه. نعم رولا، نحن أكيد منعزيكي ومنعزي يعني أسرة كلام بيروت، وكل أسرة تلفزيون مستقبل طبعا الزميل الراحل الكبير بيير صادق هو من هالأسرة وله أكثر من 11 سنة بيطبع لمسته وعبقريته وفكره بنشرتها الإخبارية. منعزي أكيد أسرة الراحل، ذكركم أنه وداع بيير صادق رح يكون بكنيسة مارجري سلمى وارني اليوم الساعة 3 بعد الظهر. نحن بنختم حلقتنا لليوم، بذكركم كل يلي رح بيتابعوا كلام بيروت عبر الأرضية مباشرة من بعد أخبار صباح، أما فضائيا عبر الويب سايت www.futuretvnetwork.com. ما في رياضة اليوم استثنائيا، بكره حلقة جديدة من أخبار صباح. باي باي.